يا حبيبي خلص من هون لساعة باجي، من هون لساعة باجي. يا حبيبي جدي الله يرحمه تارك لي صندوق، وبتعرف أنا جدي يعني علاقتي كانت معه أكيد فيه أشياء ثمينة بدي أشوف. يلا يلا برجع بحكيك حبيبي، يلا بشوفك بشوفك، سلام سلام. أشوف شو ترك لي. خاص ممنوع اللمس. الله يجدي يا زلمة أنت على فكرة قصة. هاي أكيد ما فيها شوكولاتة، هاي في كل بيت أردني أكيد هي الشيء الوحيد ما بتلاقيه شوكولاتة. طيب استنى أشوف بريك شاي وفاضي يا جدي الله يسامحك. إيه إيش إيش يا زلمه، من وين طلعت؟ من البريق. ما انت صار لك ساعة بترج فيه دوشت راسي، أنا ما صدقت أخلص من جدك. لحظة أنت ليش بتبكي؟ مش عارف شفتك بتبكي. يا زلمة أنت مين؟ أنا مش أنت مش أنت مين؟ مش عارفني؟ لا أنا العفريت أبو سن. أبو سن؟ انت متاكد من اسمك؟ انا بسموني العفريت ابو سن. اذا كان المفروض يسموك انت عفريت ابو حواجب او لا، اقول لك انت حاجب واحد بتيجي. طب بلا كثره حكي هسه وتجيش بحواجبي لانهم عزيزين علي. اقعد. طيب قل لي ايه شو كيف مين انت؟ قل لي شو بدك اساعدك، يعني شو بقدر اساعدك؟ يا وش متحمس، شو بدي اطلب طلبات؟ فيش طلبات. ايه ابو سن مش علاء الدين قدامك، هم ثلاثه فيش غيرهم. ثلاث طلبات بس. طيب اوكي اسمع ابو سن، اعطيني بدي شغل. ما مالك؟ انا بالاردن. لا يا زلمه لا. شو مالك يا زلمه؟ قال لي بده يهاجر. مين هو؟ جدك. لحظه زي انت ليش بتبكي؟ عشان ما هاجر. مين هو؟ جدك. لحظه يا زلمه، انا كل ما بدي احكي جدك بدك تصير تبكي ولحظه ودراما. هذا ما تشينا شويه يا زلمه. طلع علي. منلاقي لك شغل، بس اهم اشي انت من اي عشيره؟ تعال تعال اقول لك. اقول تقول لي شو؟ تعال يا عمي. انت من اي عشيره يا زلمه؟ انا من اكبر عشيره بالاردن. انا من اكبر عشيره بالاردن يا زلمه. ماشي يا زلمه. حنا النشامه يا زلمه. حنا من الله دوله يا زلمه. طيب ايوه هلكتني يا زلمه. من وين بالضبط انت؟ من فوق، من تحت، من الوسط، من الشرق، من وين؟ تعال اقول لك يا زلمه. خلص تعال يا زلمه. خلص قل لي من بعيد يا زلمه. تعال يا زلمه. ليه خايف يا زلمه؟ عفريت خايف الانسان يا زلمه. انت بتقول لي تعال وبتغمزني. خلص من بعيد على الهواء. احنا يا زلمه تعال قل لي من وين. وبدك شغل يا زلمه؟ مالك وكما من هناك وبدك شغل؟ من ان شاء الله بنلاقي لك شغل. بعدني. بس انا عندي سؤال. ايه انت شو دارس؟ هندسه. تمسح ما تحكيهاش. لا ما تحكيها. مدنية. لا انا مخلص بكالوريوس هندسة مدنية. مستحيل. صدقني مستحيل هيك الاقي لك شغل يا زلمة. من ان شاء الله بلاقي لك شغل يا زلمة. انت انو عفريت يا زلمة؟ انا ابو سن يا زلمة. ولا قادر تلاقي لي شيء يا زلمة. يا زلمة مش انو عفريت، انو بلد يا زلمة. انت بالاردن يا معلم. اصحى معاي. بالاردن انت. بالاردن وبدك وظيفة ومهندس مدني. يعني بتحزن. انت بتعرف اخر الاحصائيات شو بتحكي؟ ايش؟ استنى شوي. مالك؟ هاي اذا انت قاعد بحمام يا زلمة. مالك؟ لا يا عمي مش حمام، هاي اخر الاحصائيات. هاي بقول لك 370 الف طلب خدمة لديوان العمل، اوكي؟ وفي عندك 350 ألف طالب جامعة على مقاعد الدراسة، ونسبة البطالة 18.7% يا معلم. وبدك شغل؟ اطلب طلبات عادية، طلبات بشر، طلبات بني أدمين عادية يعني. يا زلمة أنت نوع عفريت يا زلمة. أنت لو طلع لك مثلا، أنت لو طلع لك عفريت شو بدك تطلب طلبات عادية يعني؟ أطلب مثلا موزة مثلا. موزة. يا أحلى موزة. موزة. أم عمل وظيفة بالأردن.
هذا اللي طلع منا. هاي هذا موزة. عادي بعطيك موزة مش شغل. الله الله الله.